السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج كلمة فاصلة. حلقتنا النهاردة تهم كل شاب وشابة من الجنسين، يعني تهم جدا البنات والشباب الجامعيين، تهم سيدات البيوت أيضا. هنتكلم النهاردة في حلقتنا عن أحد صيحات التجميل، وهي المعروفة حاليا التاتو، بس الجديد واللي ما نعرفوش كلنا عن الميكرو بليدنج هنعرفه النهاردة مع ضيف حلقتنا، وهنعرف ازاي ان التاتو مش مجرد رسم بزيني على الجسم بس، لا احنا ممكن نستخدمه. او ضيفنا النهاردة مقدم لنا حاجة جديدة اللي هي بصراحة اول مرة اشوفها مع حد الا معايا، اللي هو التجميل بالتاتو او التزيين بالتاتو على اماكن الجروح، ودي مش اي حد بيقدر يعمل ده. ارحب بضيفي ونعرف منه النهارده معلومات كتير عن الميكرو بليدنج، وهنعرف عنه موضوع التجميل بالتاتو. ارحب بضيفي، اهلا بيك يا مسيو سيمو. ازي حضرتك؟ ازيك يا ساره؟ مسيو سيمو، في البدايه كده الاول، موضوع التاتو والميكرو بليدنج والحاجات دي كلها، اولا ببارك لك على فرعك اللي حضرتك افتتحته جديد، الف مبروك. بعد اذنك، يعني قبل ما اتكلم عن المواضيع دي، عن التاتو وعن الميكرو بليدنج، بيبقى في خطوات عشان نبدا نشتغل بالاجهزه بتاع الخاصه بالتاتو او الخاصه بالميكرو بليدنج، هل بتبقى معقمه التعقيم المظبوط بالنسبه للسنتر عند حضرتك؟ طبعا ده اكيد طبعا، لان الحاجات دي عامه ما فيش حاجه اسمها، في ناس كتير مش فاهمه في موضوع التاتو، بيقولوا لازم التعقيم ولازم ولازم ولازم. عامه بالنسبه للتاتو، هو المفروض زي اي حاجه، كل حاجه بتبقى ليها وان يوزد، تبقى وان يوزد. الناس بتفكر ان انت تجيب الحاجه وبتعقمها، لا، الكلام ده اصلا كله سوري في الكلمه يعني مش صحيح. مش مظبوط. التاتو كابره، تمام، او مبسم المكنه نفسها اللي احنا بنشتغل بيها، ده لازم يكون جديد، وان يوزد، هو استعمال مره واحده للشخص او العميل اللي بيجي لنا، وبعد كده ما بنشتغلش بيه تاني. لاي عميل لازم بيتفتح له طبعا الحاجات دي كلها بتتفتح من جديد، تمام، وبيبقى قدام العميل. تمام. هل موضوع رسم التاتو بيسبب الم اثناء الرسم؟ هو دلوقتي كان زمان طبعا ما يعرفوش طبعا موضوع البنج وكده، بس دلوقتي احنا بنعمله بالكريم، في بنج كريم وفي بنج سبراي، وفي برضو اللي هو تحين تحت الجلد بنعمله برضو، هو ده بيبقى، ده بتبقى افضل حاجه. بس في ناس كتير ما بتشتغلش بالتحين ده، لان في ناس كتير ممكن بتخاف منه، يعني ان هو خطر شويه، مش اي حد، لازم يكون حد يبقى فاهم كويس قوي ومتخصص في المجال، ان هو يقدر ان هو يدي حقن تحت الجلد، ويقدر ان هو، لان عشان ما يبقاش فيه اي اضرار ولا يسبب اي اضرار، لان بيبقى فيه الشرايين تبقى في اماكن معينه ما ينفعش ان انت تدي فيها بنج بحقن. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين. ميسي سيمو، يعني حب من حضرتك ان انت تعمل لنا على الهوا الرسمه للموديل اللي معاك ساره، رسمه كده رقيقه، وعايزه اشوف الجهاز برضو بتستخدمه ازاي على الهوا، وفي نفس الوقت من خلال عقبال ما حضرتك وانت معانا كده بترسم الرسمه، عايزه بعد اذنك يا استاذه نور نزل لنا صور المركز. ميسيو حضرتك، بالنسبة للمركز هناك، يعني أنا شايفة التحضيرات، أنا لما شفت المركز ما شاء الله ربنا يبارك لك، يعني اعتقادي أنه هو عيادة تقريبا مجهز من كل حاجة. كلمني برضو عن المركز وعن الشغل فيه. بص حضرتك، أنا عندي المكان أنا مجهزه، مش تخصص واحد. تمام. أنا عندي مكان لتخصص التاتو، وعندي مكان برضو للشعر، التجميل اصلا بكل، يعني هو بكل المركز مجال. للتجميل عموما، يعني عموما التجميل. تمام. وطبعا الرموش اللي هي الدايمه، وعندي اللي هو برضو تخريج عرايس، الرموش اللي هي الدايمه اللي هو الميكرو بليدنج. لا، الرموش الدايمه دي بتبقى رموش اللي هي الرموش اللي بتاعتنا العاديه. الرموش نفسها مش الحواجب. الحواجب ده ميكرو بليدنج، ده حاجه تانية خالص.
أمال عندي تخصص مس عبير، هي طبعا معايا في المكان وتخصصها ده، وماسكه مجال الشعر عامه بانواعه بكل حاجه اصلا متخصص، مثلا البنت في ايه، تجهيز عرايس، كل حاجه، يعني حضرتك والميكب. عامل في المركز اقسام لكل حد حاجه وتخصصه طبعا. طب اتفضل ورينا الرسمه كده على الهواء عشان المشاهدين اللي بيخافوا من الموضوع دوت. انا طبعا هعمل لها طبعا حاجه ايه خفيفه على طول. تمام. هي بيبقى في تجهيزات قبل ما بتبدا في الرسم زي كده؟ بص عامه في ناس كتير مش بيعرفوا مثلا الموضوع ده ازاي، ان انا برضو ايه عايز ان انا اوضح حاجه عشان الناس كلها تكون فاهماها، ان المكنه لازم تكون، هي طبعا لما بنشتغل الابره اللي فيها لازم بتتغير. تمام. من حد طبعا، هي بتبقى وان يوز زي ما قلت، الجلد ده البوز اللي هو بيبقى بيتغير. تمام. الابره دي لازم تكون جديده. تمام. وبتتفتح قدام العميل علشان يبقى فيه، لان طبعا زيها زي سوري الحقنه العاديه اللي احنا بنستعملها، ما هي بتتخلط في الدم ما بين بالظبط كده، دخلت الجلد ده بالظبط وده غلط. فهي وان يوز وبعد كده بتترمي، نفس الحوار برضو بالابره. وبيبقى كمان في ناس مش فاهمين حاجه برضو عايز اوضحها، ان الابر دي ليها اكسباير، وقت ليها وقت معين. تمام. ففي ناس تقول لا ازاي ده ابره عاديه ومش عارف ايه واهم حاجه بتتفتح، لا، على الظهر بتاع الابره ليها اللي هي الاكسباير بتاعها، انتاجها امتى وليها وقت معين يعني تاريخ انتهاء يعني. الانتهاء بتاعها. فلو عدى تاريخ الانتهاء، لان التعقيم بتاعها واخد محفوظ، الوقت ده بس، واخد الوقت ده بس، اه عدت الوقت ده ممكن تسبب اي اضرار للجلد وكده وحساسيات وحاجات من دي. هو الموضوع مش هيبقى كبير قوي، بس برضو بتبقى اضرار. معنى كده ميسي سيمو ان احنا مثلا، يعني انا بالنسبه لي حابه اعمل تاتو، مش اي مكان ان انا اعمل فيه الموضوع ده، لا، عشان موضوع العدوى كمان، ولازم الحاجه تبقى معقمه، ولازم مكان يكون موثوق فيه بالظبط في تعقيمه في تجهيزاته. تمام. طب اتفضل اشتغل معانا الرسمه دي، عايزين نشوفها. بص انا بس معلش، انا حابه ان انا عشان وقت الوقت برضو بتاع البرنامج، فانا عملت كل حاجه. تمام. غيرت بالفعل علشان نشتغل على طول. حضرتك جهزتها ازاي في البدايه؟ انا في طبعا بالنسبه اللي انا ما جيت ان انا هرسم لها في المكان ده، فانا لازم ان انا بحقنه. تمام. علشان خاطر برضو ما تحسش باي وجع. تمام. ماشي. وانا شغال حقن بينج، يعني حقن بينج. تمام. تمام. في سبراي وفي كريم وفي كل حاجه، بس طبعا افضل حاجه اللي هو التحقين تحت الجلد، فهو ما بتحسش باي الم، بيخد المكان، انما السبراي او الكريم بيبقى ليه وقت، بيبقى سريع، بيفصل بسرعه يعني، فما بيبقاش ليه وقت. اتفضل استاذه نور، بعد اذنك عايزه صور المركز بعد اذنك. طبعا ميسي واخد على الصوت بتاع الجهاز الخاص بالجهاز، ويعني الرسومات اللي بيعملها، في منها رسومات للتزيين، وفي منها رسومات بيجمل فيها اماكن الجروح. دي حاجه حلوه جدا يعني. ماشي ميسي سيمو، بعد اذنك عايزين بس نوجه الايد كده للكاميرا عشان نبين الشغل ازاي. ايوه. انت حاسه باي وجع يا ساره؟ خالص البنج عامل مفعوله يعني. الرسمه كده خلاص هي يعني كبدايه، انا لسه طبعا يعني ايه بناخدها بس بنحدد، وبعد كده بشتغل عليها تاني. يعني بتشتغل عليها اكتر من مره؟ يعني عشان بس اللون يبقى، لان بياخد طبقات في الجلد. تمام. كذا طبقه على حسب الطبقات، فانا بشتغل على اي، على طبق مثلا، على طبق اربعه. انا عايزه ايدك بس تحاول توجهها للكاميرا برضو. ايوه. تمام.
طيب عايزين الصور. استأذنك يا أستاذة نور، بعد ما مسيو سيمو يعمل لنا الرسمة عايزة بس الصور تنزل معايا بتاعة المركز الخاصة بالمركز بعد إذنك. دي الحركات الأخيرة. تمام. كل اللي انا بعمله ده انا بس بعمل حاجه بسيطه عشان برضو ايه يعني وقت البرنامج كده. طب مسيو سيمو هي دلوقتي بصي عامة يعني سوري هلقطك طبعا عشان هي ما لسه هي بس علشان خاطر ايه انا عملتها سريعه كده. هو المفروض طبعا بننضف ده على طول بنعقم كنت لسه اقول لحضرتك بعد التنظيف بتبان اكتر عليها بالظبط كده. طيب المفروض بعد اذنك وجهيها كده للكاميرا. طبعا هي لسه ده الشغل المجمل يعني احنا لو إيه في وقته بالظبط. هو بس بعد كده طبعا هي حاجه بسيطه على السريع كده علشان بس ايه لا تسلم ايدك. طيب ما حسيتيش باي وجع يا ساره خالص؟ طيب ميسيو سيمو طب نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ميسيو سيمو وموضوع حلقتنا اللي انتوا متابعينا فيه. عايزه بس اقول حاجه ان تجهيزات السنتر او المكان اللي بيتعمل فيه التاتو او الميكرو بليدنج او اي اجهزه بتتصل بالدم ما بين شخص لشخص مهم جدا ان هي تكون متعقمه، وده برضو بيرجع لثقتك في المكان اللي انت داخل فيه. بعد اذنك يا استاذه نور انزلي لي بالصور كده. عايزه حضرتك يا ميسيو تعلق لي كده على السنتر بتاع حضرتك. ده حضرتك طبعا مكان الكوافير الناحيه الثانيه. تمام. عندك هنا الناحيه دي طبعا دخلت الاستوديو عندي سيشن للتاتو. تمام. من سيشن لوحده خالص بس دي يعني ده طبعا ده في الاول خالص ريسبشن. تمام. قاعده الاستقبال عندي ماشي. ده المكان السيشن تاتو. تمام. الميكرو والرسومات انا حاساها عياده. ما لازم كل مكان. تمام. وبالفعل على فكره المكان كله بيتعقم. تمام. ويمكن سوري عشان خاطر المكان عندي برضو موضوع يعني مثلا في دم ولا في اي حاجه فبيتعقم اكتر كمان من مكان لغيره. طب قول لي مسيو حضرتك مثلا لو في زي ما اتكلمت في الاول موضوع الجروح، لو حد عامل عمليه مثلا زايده، حد عنده عمليه هنا، بتبقى سهل عليك ان انت تشتغل على الجرح نفسه؟ هو طبعا دلوقتي كله بيبقى مثلا اللي عنده اي جرح احنا بشتغل بجيب مثلا رسومات وبعمل ديزاين على حسب مثلا الجرح نفسه قد ايه، مساحته قد ايه، بعمله ديزاين بالظبط وعلى اختيار برضو العميل بيتفرج مثلا معايا في الرسومات وبيشوفه بيختار معايا. انا بعمل له حاجه دخلت على الصفحه بعد اذنك يعني وخدت بعض الصور كده، فبرضو حابه اعرض الصور بتاعه الجرح اللي معانا. طيب قول لي يا ميسيو عقبال لما الصور تظهر معانا. تمام. بيبقى سهل على حضرتك بالنسبه لك او بالنسبه للعميله بتاعتك هي اللي بتختار الرسمه، ولا حضرتك بتبقى سهل ان انت اللي تختارها لهم او بترشح لهم؟ انا طبعا هي بتختار. تمام. وساعات هي طبعا يعني انا برشح لها حاجه عشان تكون برضو يعني من خبرتي الشغلي بشوف الحاجه اللي بتبقى ماشيه اكتر وبتبقى احلى وبتبقى شكلها برضو يكون يبان طبيعي عشان نقدر نخبي بقى الجرح، لان في ناس ما بتبقاش فاهمه الكلام ده، فبالتالي لما بيختاروا حاجه بيبقى باين ما بين الرسمه نفسها تفاصيلها والديتيلز بتاعتها بيبقى باين الجرح. فانا بضطر ان انا بنصحهم بالرسمه دي حتى افضل على المكان على المكان نفسه، فبالتالي ما بتسيبش اي اثر طبعا بعدين. طيب الصور يا استاذه نور بعد اذنك.
لا انا عايزه صور الجروح بعد اذنك اللي هي اللي معانا. طيب احنا ممكن ممكن برضو عقبال ما بقيه الصور تجهز، انا برضو خدت الصور دي من عند حضرتك. بالنسبه نعم للميكرو بليدنج كلمني كده عن الصوره اللي معانا، اكيد دي عميله من عند حضرتك. بالظبط. طبعا انا الصور دي يعني بعد ما اذنك عندي احنا خدناها من عند حضرتك من على لا الصفحه. لا مش اي مشكله كلمني عن خالص. الميكرو بليدنج وكلمني عن الصوره برضو في نفس الوقت. هو طبعا الميكرو بليدنج بالنسبه طبعا لدلوقتي للتاتو بتاع زمان، التاتو العادي ناس كتير بتعمله، كان الموضوع بيبقى اوفر شويه، بيبقى شكله مش ظاهر بيبقى قوي. ظاهر قوي، وفي ناس بتعمله بالالوان اللي هي بتقلب الاخضر، بيبقى الحبر بتاعها بيعمله بالاسود فبيقلب الحبر، وكانت انواع لما الحبر بيخف زي اللون مع التاتو اللون ممكن يدي لون تاني غير اللي عاملينه مش كده. ده في هو التاتو القديم. لا، هو لو هم راحوا عند حد طبعا تخصص وبيفهم طبعا، لان الاحبار دي برضو مش سهله ان احنا بنجيبها. الاحبار لازم تكون اوريجينال، تشتغلي بيها تكون حاجه كويسه، علشان بعد فتره لو الحبر ده مش كويس بيقلب. تمام. بالنسبه للميكرو بليدنج، هنرجع تاني للميكرو. الميكرو ان هو احلى، يعني الحاجه اللي فيه كويسه هو يبان طبيعي جدا، مش اكن حضرتك عامله قلم او عامله اي حاجه ورسمها كده رسم بشادو ولا باي حاجه، لا بيبان طبيعي جدا، شعر طبيعي. تمام. تحس ان هو فعلا مفيش فرق، حتى لو انتوا دخلتوا عندي على البيتش ناس كتير بتعمل طبيعي جدا مفيش فرق. فالناس تقول، في ناس كتير تقول لي هو انت بتزرع شعر في ما الحاجب؟ انا استغربت بصراحه، انا لما شفت موضوع الميكرو بليدنج كنت حابه ان انا اتكلم، وده تقريبا اللي خلاني لفت نظري جدا للسنتر عند حضرتك. كنت حابه برضو حضرتك توضح لنا اكتر الميكرو بليدنج ده، يعني موضوع الشعر هو تركيب شعر او ازاي؟ لا، هي الموضوع كله ان هو طبعا دي آلة يدوي. تمام. صغيرة، قلم صغير، وفيه طبعا بتبقى بتركب فيها شفرة زي سوري في زي الموس صغيرة خالص بسمك الشعراية الطبيعية، وبعدين بنشد بنجرح بيها الجلد اللي هي الطبقات الأولى في الجلد، وبعدين بيدخل فيها الحبر. فالحبر ده بيبقى احنا لما بنشد الشده دي بنشدها بتمويكه الشعرايه، فلما بتنزل الحبر في المكان ده تحس ان هو شعر طبيعي جدا، تمام. فيش اي اختلاف ما بينه وما بين الشعر، لانه بنفس درجه اللون كمان، وبتفرق كل درجات الالوان بتبقى موجوده. تمام. وعلى حسب برضو العميل هو مرتاح في ايه. طب في الوان بالنسبه غير الموضوع الميكرو بليدنج بالنسبه للتاتو بيبقى في الوان تانية متاحه ولا الاسود بس؟ لا طبعا في كل كذا لون. كذا لون، وعلى حسب برضو كل رسمة وليها طبعا شكل وليها ألوان بتختلف فيها، وبيبقى بيبان شكلها فيها. تمام. ففي ناس زمان كانوا فعلا ما فيش غير الألوان، ما بيجيبوش الألوان أصلا، كانوا شغالين بالبني والأسود. لا دلوقتي طبعا كل الألوان موجودة وكل درجات بأي حاجة طبعا. طب في أدوية ممنوعة في ممنوعة ان انت مثلا تعمل معاها تاتو او سن معين الكلام ده كله؟ لان في ناس بيقول لك اللي عندها بيبي لست شهور مثلا، حامل في 6 شهور ما ينفعش ترسم ما ينفعش تصبغ، الكلام ده صحيح ولا؟ هو اول 3 شهور التاتو في الحمل طبعا ممنوع، ممنوع اول 3 شهور ده حاجة طبعا لازم، لان طبعا ممكن يسبب اي تشوهات للبيبي ولا كده، طب فده غلط. ايه الفرق ما بين التاتو وما بين الميكرو بليدنج بالنسبة للحواجب؟ بالنسبة للحواجب، التاتو بنعمله بالمكنة، المكنة اللي هي اللي انا قلتها لكم انا اشتغلت بيها دلوقتي اللي هي دي، تمام. وفي مكنة صغيرة برضو بنشتغل بيها، فده بيوصل لطبقات، يعني طبقات تحت في الجلد لحد 5 طبقة. اما الميكرو بليدنج طبقتين، اول طبقتين او تالت طبقة في الجلد، وبيبقى طبعا تحس طبعا ان هو مش زي ده، لان طبعا ضربات المكنة ان هي كهرباء بتبقى بتنزل تحت طبقة الجلد، ما بتقدريش ان انت برضو تتحكمي اي طبقة في الجلد ان انت تقدري توصليها. تمام. بس يعني اتفضل كمل لو في حاجة تانية. يعني انما الميكرو بتقدري تتحكمي فيه. تمام. هو طبيعي ليه وقت معين وبيطلع من الجلد، ما بيبقاش ليه اي اثر خالص. والتاتو بيقعد قد ايه تقريبا؟ الرسمه بتقعد قد ايه التاتو يعني العادي، الرسم ولا التاتو ولا التاتو اللي حضرتك بتعمله بيقعد قد ايه؟ اللي عندي طبعا ال5 سنين. تمام. وعندي اللي هو الدائم، اللي هو الدائم خالص طبعا ما بيطلعش خالص، كل ده موجود، وعلى حسب برضه اختيار العميل، هو بيحب مثلا الحاجات دي تفضل موجوده على طول باختياره ما بيغيرش لونها؟
ما بيغيرش لونها ولا اي حاجه. لا ماشي. يعني انا طبعا كان نفسي جدا اعرض الصور اللي كانت معايا للجروح اللي انا جايباها من على صفحه ميس يوسيمو، بس للاسف الجروح باينه قوي بعد التجميل، حلوه جدا بس في اماكن ما ينفعش ان انا يعني ما عرفتش اعرضها للاسف. طبعا لو دخلتوا على صفحه ميس يوسيمو هتشوفوا شغل عامل ازاي، هتشوفوا الرسومات من الجروح. وللاسف وقت حلقتنا خلص. كنت حابب تقول حاجه حضرتك في نهايه الحلقه؟ لا متشكر جدا، انا اتشرفت بحضرتك يا ميس يوسيمو، نورتيني يا ساره. الى اللقاء معاك جديد وضيف جديد ان شاء الله.